ثلاث صدمات تعرضت لها الكويت في آن معا بعد التفجير الانتحاري في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في وسط البلاد. الصدمة الأولى هي أنه الاستهداف الأول لشيعة الكويت الذين يقارب عددهم ثلث السكان. الصدمة الثانية هو أنه الهجوم الإرهابي الأول في البلاد منذ أكثر من 9 سنوات، أي منذ عام 2006. أما الصدمة الثالثة فهي أنه الهجوم الأول للدولة الإسلامية في هذه الإمارة بعد سلسلة هجمات للتنظيم المتطرف في دول عربية أخرى. وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أن أجهزة الأمن قامت بالتحقيق مع عدد من المشتبه في تورطهم بالعملية الإرهابية. 3 أشخاص تم اعتقالهم ليلة الجمعة السبت للاشتباه في وجود صلات بينهم وبين المهاجم الانتحاري الذي فجر نفسه أثناء صلاة الجمعة في المسجد. وفي الوقت نفسه دعت وزارة الداخلية إلى عدم الانسياق خلف الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن معلومات مغلوطة مرتبطة بالتفجير وعن استهداف مناطق أخرى. من جهة ثانية وبهدف حماية الاقتصاد الكويتي، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية في الإمارة إلى الحالة القصوى، وفرضت إجراءات مشددة على المصافي والحقول وكل العمليات الخاصة بالقطاع النفطي لمواصلة العمل فيها بشكل عادي.